ولمزيد من التفاصيل بشأن تنامي نفوذ الميليشيات في العراق وضلوعها في عمليات تهريب وهجمات مسلحة وسط عجز حكومة السودان عن ضبط الأمن في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. بداية مرحبا بكم أستاذ عبد القادر. مصادر مطلعة كشفت عن ضلوع عناصر ميليشيا حزب الله المنضوية ضمن ميليشيات الحشد بشبكات تهريب المخدرات وتهريب البشر على الحدود العراقية السورية. إلى أي مدى وصل نفوذ الميليشيات في العراق؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. وصل هذا النفوذ إلى أنها أصبحت الدولة العميقة، وهي التي تتحكم بمجريات الأمور، وهي أعلى جهة تتحكم بالملف الأمني، وبالتالي لا يستطيع أو لا تستطيع لا القضاء ولا المحاكم ولا حكومة السودان ولا الأجهزة الأمنية الرسمية من محاسبة هؤلاء، بما معنى أنهم أصبحوا هم أصحاب القرار في العراق، ولذلك العراق مختطف لدى هذه الميليشيات بشكل كبير وواسع تماما، ولذلك هم علانية يتاجرون في المخدرات ويتاجرون بالاتجار بالبشر ويبيعونه، ثم حتى الأعضاء البشرية لم تسلم منهم من خلال السرقات والاغتيالات، وبالتالي الأحداث الأمنية داخل العراق واضحة تماما عن عجز حكومة السوداني حتى في سبيل ذر الرماد في العيون من خلال ملاحقتهم أو إصدار أوامر قبض بحق المعلومين من هؤلاء الذين نفذوا هجمات داخل العراق أو اغتيالات، فضل عن الملفات لحدود العراق ولا سيما مع الجانب السوري غرب الأنبار. لذلك حقيقة نحن نعيش في دولة الميليشيات التي أصبحت من الخفاء إلى العلن تتحكم بالدولة العراقية وبالشعب العراقي. هل ستستمر من وجهة نظرك هذه الهجمات لطالما استمر الوجود العسكري الأمريكي في العراق؟ يعني هذه الهجمات مرتبطة بالمصالح الإيرانية، متى ما استشعرت إيران أن لديها مصالح من أجل تمرير بعض الأجندات ستكون هذه الهجمات موجودة، وبالتالي متى ما كان هناك رغبة إيرانية للتهدئة ستكون التهدئة موجودة، وبالتالي هذه الميليشيات هجماتها وأعمالها مرتبطة بالمصالح الإيرانية ارتباطا وثيقا، بل التوجيه والقرار يأتي من الحرس الثوري الإيراني أو من قاآني أو من الضباط الإيرانيين ضباط الارتباط الذين يتواجدون في العراق ومع هذه الميليشيات لتحديد سلوكها أو أعمالها التي تنجز للصالح الإيراني وليس للعراقيين فيها شيء يذكر، لا من مصالح العراقيين ولا حتى من اقتصادهم. لذلك حقيقة هي مرتبطة بأجندات إيرانية خالصة، ولذلك يتعمل على تحقيق هذه المصالح وفق الرغبات الإيرانية، سواء كانت بالهجمات التي تعلن عنها أو بالأعمال التخريبية التي تقوم فيها من خلال نقل المخدرات إلى الداخل السوري، ما يحدث الآن على الحدود السورية الأردنية كلها نتيجة تهريب السلاح عبر أو المخدرات عبر الحدود العراقية السورية. لذلك المنطقة حقيقة تقع في رمتها من خلال هؤلاء الذين يعني يشكلون جيشا ليس نظاميا، إنما يعني يعتمدون على تمرير كل هذه المصالح الإيرانية بالمخدرات بالهجمات بالسلاح بنقل الميليشيات بالتجار بالبشر بسرقة الأموال بعملية الترابط من طهران إلى الحدود العراقية السورية إلى دمشق إلى بيروت إلى البحر الأبيض المتوسط، كل هذا حقيقة يخضع لضباط الارتباط الذين يقودون هذه الميليشيات وهم من الحرس الثوري الإيراني. لماذا البعض يتساءل أستاذ عبد القادر النايل، لماذا لم نشهد أي ردة فعل أمريكية على غرار ما حصل بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ يعني هل هذا يؤشر على أن إيران أو الميليشيات الموالية لإيران مهما استهدفت مطاعم أو مراكز أو معاهد أمريكية هي لا زالت لم تتجاوز الخطوط الحمراء؟ ربما أنا أعكس هذه القضية بنظرية ثانية، أقول أن هذه الهجمات وغيرها تستفاد منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قضية التخادم لا زالت موجودة، وكما هو معلوم في كل الساحات ربما يتم اختلاف مع تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية، إلا في الساحة العراقية هي ساحة منضبطة للاتفاق الإيراني الأمريكي منذ عام 2002 وتجسد في مجلس بول بريمر
والرسائل التي كشفت مؤخرا ما بين الاتفاق الإيراني الأمريكي داخل العراق. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستفاد من هذه الهجمات التي لا قيمة لها على أرض الواقع، سواء قلنا هجمات على مطاعم أو مصالح أمريكية أو على قواعد أمريكية، كلها هجمات وهمية لكن تزداد فرضية التواجد الأمريكي في العراق، وبالتالي يبرر التواجد الأمريكي في العراق لحماية هذه المصالح، على عكس أن الشعب الأمريكي الآن بدأ يضغط أن الضرائب المالية والكلف لا زالت مستمرة لدفع أموال للتواجد الأمريكي داخل العراق ينبغي أن تنتهي، وأن هناك أيضا أصوات أمريكية قوية تطالب بالانسحاب وترك العراق على ما هو عليه. وبالتالي الإدارة الأمريكية وجدت نفسها أن إيران قد أنقذتها بهذه الهجمات من خلال أن هناك حجة أمريكية الآن موجودة لعملية التواجد الأمريكي بحجة حماية المصالح الأمريكية داخل العراق. لذلك أنا أقول أن هجمات الميليشيات هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحدث الآن في البحر الأحمر للهجمات الحوثيين، استفادت منها الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال البحار أو تشكيل قوة بحجة حماية السفن في البحار. لذلك هجمات مستفاد منها، لذلك حقيقة الأمريكان لا يريدون الرد لأنهم مستفيدين، وبالتالي هي لم تؤثر عليهم تأثيرا واضحا. طيب سيد عبد القادر، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي يقول أن الحكومة عاجزة عن حماية جميع الشركات الأمريكية في بغداد، ماذا يؤشر هذا التصريح؟ يؤشر هذا التصريح على الخلاف الحاد الذي وصل إليه المالكي والسوداني. هناك خلافا حادا كبيرا، فالمالكي يريد العودة لرئاسة الوزراء، والسوداني يحاول الآن تشكيل تحالف سياسي من أجل تمديد ولاية ثانية له، وبالتالي هو يتناغم مع هذه الأهداف. ولذلك حقيقة هذه الميليشيات الآن الموجودة والتي تطفو على السطح، من تحالف معها ومن أوجدها؟ أليس المالكي؟ وفي حكومته الثانية تحديدا كان الدعم مفتوحا لهذه الحركات المهداوية التي استطاع المالكي قسما منها أن يشقه من التيار الصدري ويتم تكوينها، ولا زال هو يتحالف معها في الإطار التنسيقي. لذلك حقيقة تأتي هذه التصريحات لتبين حدة الخلاف الداخلي، وبالتالي رسائل للولايات المتحدة أن المالكي قادر على حماية مصالحهم إذا ما عاد إلى رئاسة الوزراء. لكن في المحصلة النهائية تؤكد هذه التصريحات على الخلاف الحاد الموجود داخل الإطار التنسيقي وما بين أقطاب حزب الدعوة. طيب سيد عبد القادر، أخيرا، كثيرا ما تحدثت حكومة السوداني كما تحدثت الحكومات التي سبقتها عن هناك خطط توجد لحصر السلاح بيد الدولة للقضاء على السلاح المنفلت، ولكن هذا الأمر لم يتحقق. يا ترى إلى أي مدى ترى أن حكومة السوداني ربما تنجح فيما لم تنجح به حكومات سابقة قبلها؟ أنا أقول بصريح العبارة، نجحت حكومة السوداني في حصر الدولة بيد الميليشيات. ممتاز. وهذا هو النجاح الذي ربما فاق كل الحكومات السابقة، ولذلك هو يسير بخطى ثابتة لمنح الدولة لهذه الميليشيات من خلال أنه وفر لها الغطاء السياسي والأمني والعسكري، وهو من يطلق يداها في كل الوزارات. كان هناك ربما يعني تخوف من بعض الحكومات السابقة على أن يكون الدعم علني بهكذا طريقة للميليشيات، لكن السوداني أعطى الأجهزة الأمنية وأعطى المخابرات وأعطى جهاز الأمن وغيره من مؤسسات الدولة كلها لصالح الميليشيات، فلذلك الدولة الآن أصبحت هي بيد الميليشيات، ولن تتمكن حكومة السوداني من حصر السلاح أو الميليشيات بيد الدولة. وهذا واضح تماما على الهجمات في بغداد والاغتيالات التي تنفذها هذه الميليشيات، ولم يستطيعوا إلى هذه اللحظة من عملية إصدار أمر قبض على كل هؤلاء المجرمين، على العكس فإنهم يتبجحون بدعم هذه الحركات والميليشيات ويقدمون لها الطاعة والولاء، وبالتالي السوداني أصبح بحكومته حكومة الميليشيات بشكل واضح تماما، وهي الآن تظهر إلى العلن لتنفذ أجنداتها. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب.